حدث مفاجئ أثار العديد من التكهنات وسبب حالة واسعة من الجدل، وأعاد إلى الأذهان تساؤلات حول أسباب الظواهر الغامضة التي تحدث في إيران في الفترة الجارية، والتي يمكن أن تكون لها أسباب وتداعيات سياسية خطيرة للغاية. فما القصة؟ ماذا تفعل إيران في باطن الأرض؟ سؤال طرحه العديد من الخبراء والمحللين السياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية في أعقاب الحدث الجديد الذي هز أرجاء إيران حرفياً، حيث ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة طهران شمالي إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن الهزة وقعت في عمق 11 كيلومتراً من سطح الأرض دون أن ترد تقارير عن تسجيل خسائر بشرية. وقال حاكم مدينة كرمسار رضا خاني أن الهزة أدت إلى قطع التيار الكهربائي والإنترنت، إلى أن التيار الكهربائي عاد الآن إلى معظم أجزاء المدينة، موضحاً أن رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد، ويتم التحقيق في حجم الأضرار المحتملة من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة وضواحيها. الزلزال الجديد أثر تساؤلات وتكهنات حول سبب وقوعه، إذ أنه أدى لانقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت، وهي عادة أحداث لا تقع بسبب الزلازل، وإنما بسبب التأثير الكهرومغناطيسي الناجم عن الزيادة الحادة في الإشعاعات النووية التي تصاحب عادة التفجيرات النووية. وربط البعض بين الزلزال الجديد في إيران وبين زلزال مماثل وقع في أوائل شهر أكتوبر الماضي، عندما جرى تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة تقريبا في منطقة صحراوية على تخوم العاصمة طهران، وهو الزلزال الذي أثار الكثير من الشكوك، إذ لم يكن مصاحبا لهزات ارتدادية، وإنما كان فقط عبارة عن هزة واحدة. ويأتي ذلك بعد ساعات من تلويح الحكومة الإيرانية بأنها تفكر في امتلاك القنبلة الذرية، حيث أكد مستشار المرشد الإيراني كمال خرازي بأن إيران لديها كامل المقدرات الفنية اللازمة لإنتاج سلاح نووي، وأن ما يمنعها فقط من امتلاك القنبلة الذرية هو فتوى المرشد علي خامنئي. وأشار خرازي إلى أن طهران قد تضطر لتغيير عقيدتها النووية إذا استشعرت تهديداً وجودياً عليها، ملوحاً في الوقت نفسه إلى أن إيران قد تضطر إلى مراجعة برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، حيث قال إن البرنامج الإيراني كان يقتصر على إنتاج صواريخ بمدى يصل لنحو 2000 كيلومتر، لكنها قد تغير تلك السياسة وتبدأ بإنتاج صواريخ بمدايات تتجاوز تلك المسافات، بما يجعلها قادرة على الوصول لدول في أوروبا وأقصى شرق آسيا. فهل تعتقد أن الهزة الجديدة كانت تجربة نووية أيضاً؟